8 و 9 دقائق على FM احلى راديو هذه لعبي، لا تجيكم انت حتى لتسعة متاع الليل. مساء الخيرات للناس اللي تسمع فينا وين ما كنتوا، مساء الانوار للناس اللي تتبع فينا على الباج فيسبوك راديو FM ولا على شين FM TV على اليوتيوب. حلقة الاربعة 16 مارس 2022، حلقة الربح كالعادة 2-1 اتوال 600 اتوال 1 دياس مع اتصالات تونس. معنا حد يروح متغشش، هذا شعار اللي بدينا بيه وهذا شعار اللي ان شاء الله باش نواصلوا بيه. اسمك يخش في القرعة الاولى تكون واحد من المتبارين اللي باش يربحوا معنا ويفوزوا معنا ب 600 دينار كاش. كان اسمك خرج في القرعة الثانية تكون انت واحد من الفايزين على ديجيتال 600 دينار كاش، وكان اسمك خرج في القرعة الثالثة تكون انت سعيد الحظ 50 مليون نعم 50 ألف دينار من أهداء اتصالات تونس. حلقة السماء اليوم موسونوز باتوز، فما صراع قوي نورمالمون، كاليبر على اليمين كاليبر على اليسار. نبداو بالقيدومة كالعادة، نرحبوا برحمة عسلامة رحمة الزغلامي، شحوالك؟ عسلامة وليد النهدي، عسلامة وليد، شحوالك مدام؟ الحمد لله، انت احكي لي شنو حوالك؟ صافا انا الحمد لله، ولكن قاعدين ينبروا عليك ليامات يقولوا رحمه مسيطره، رحمه ديما تربح مسيطرة. المتبارين ديما يختاروا فيها كان هي اسباب. والله ايش باش نقول لك، ثقافه قبول قبول. فرحان برشا اللي معنا اليوم، العظيمه والانيقه والجميله سندريلا الشاشه كما يقولوا عسلمة شيماء. عسلمة وليد، عسلمة رحمه، توحشني. عايشك حطينا صفا مدام في الفورمه، حاضره المباراه كونت الرحمه، خطرها ما ترحمش. اسمها رحمه وماهيش اسم على مسمى. ماشي سوار، يلا نبداو الروندا الاولى مباشره من المرور. 37 سنه ايمن، شعورك سي ايمن؟ عافيني لاباس ايمن؟ والله الحمد لله توم لاباس، صحه بخير، عايشك عايشك الوليد لاباس الحمد لله، عايشك عايشك يفلك. يا سي ايمن حذر لي روحك ما تعلقش تليفون، نمشيو للبرد. و25 سنه وميمه اليوسفي، شعوركم ميمه؟ عافيني ميمه، عسلامة مرحبا، شنو حوالك يا أميمة؟ الحمد لله تعبانة، بس احنا الحمد لله. المهم انت لاباس، اهم حاجة عايشك. خبيرة التجميل قال لك أميمة، أميمة قالت لك خاطينا ديزاستوس ميلا هكا عظم على درا شنو الجو هذاك شي ما ثم. هي هي ابار فيلتر انستغرام شي ما بدل. لا والله لا، تاع شنو اللي بدلنا؟ تاع شنو اللي بدلنا؟ والله كي تعمل اومليت في وجهك شي ما تبدل. يبدا الكونت معبي، والله يبدلكم انتوما ويحطمنا ويحطمنا احنا. ولي سيغ انت تنحى وجهي بيا شايب شايب بشويه، معليش ما تخليش عبدي يدير يركب جمله معاك انت. باهي يركب انت تبدا مرتاحه، احنا نبداو وينو؟ على اعصابكم صحيت على الاخر، نحب الكوت نتاعنا احنا ما بيتم نعطيكم شوي شوي. يلا أميمة أميمة أيمن، يلا ننطلقوا في الروندة الأولى. سؤال 10 ثواني اللي يعطيني ثلاثة أجوبة صحيحة في أقل توقيت عنده حرية الاختيار، يلعب مع شيماء ولا مع رحمة. نبدأ بك أنت يا أميمة، حاضرة؟ حاضرة. السؤال يقول سميلي ثلاثة حاجات من اللباس التقليدي التونسي النسائي. الجبة النسائي 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 الجبة الجبة والشاشية. فما نسائي جبة، فما جبة نتاع نساء، فما شاشية نتاع نساء، فما فوطة وبلوزة، فما البدعية، فما الفرملة، فما برشا حاجات. باهي باش نعتبر لك زوز أجوبة صحيحة في 10 ثواني، يلا أيمن. وي يا سي أيمن، 10 ثواني. السؤال يقول سمي لي ثلاثة حاجات من اللباس التقليدي التونسي الرجالي. جبة شاشية فرملة. جبة شاشية فرملة، ثلاثة أجوبة صحيحة، برافو يا أيمن، لك الاختيار. ما عرفش كنت تلعب رحمة ولا مع شيماء؟ نختار رحمة.
مرحبا أيمن مع رحمة. مرحبا أيمن. مرحبا أميمة مع شيماء. مع سليمة أميمة. عسلمة شيماء. يلا ننطلقوا في الروندة الأولى بسؤال الأولوية. شيماء رحمة تسيبوا التليفونات واللي ما زالت باش تمس التليفون قاعدة ننتقي فيه. قرار نهائي اللي نحي التليفون والله ننتقي فيه نحي له نقطة. يلا حاضرين؟ حاضرين. سؤال الأولوية أيمن أميمة تقعدوا تسمعوا فقط. البنات يديكم على البزر. سؤال يقول الزريبة العليا موجودة في أي ولاية؟ ديناصور دايره. اه ما خلطتش عليا. زغوين. زغوين جواب صحيح. برافو زغوين جواب صحيح. اميمه 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 يلا اميمه 30 ثانيه سؤال هذا على نقطه تتشاور انت وشيماء تعطيني الجواب نهائي قبل ما يفوت توقيت السؤال. يقول وين كان يخدم بوتين قبل ما يولي رئيس الاقتراحات؟ عميل سري في المخابرات، قائد في أركان الجيش، ولا رئيس المحكمة العليا؟ أميمة. نعم نسمع فيك شيماء. وين كان يخدم بوتين قبل ما يولي رئيس؟ عميل سري في المخابرات، قائد في أركان الجيش، ولا رئيس المحكمة العليا؟ أنا نقول عميل سري في المخابرات خاطر تحسوا على الاخر بوتين يجب يكون كان عميل سري. تبعني يلا اعطيني الجواب النهائي. كهو شيماء انتهى التوقيت. عميل اي اميمه جوابك النهائي شنو؟ بربي عاود لي عميل سري قائد في اركان الجيش رئيس محكمه الاولى. عميل سري في المخابرات الروسية. وين كان يخدم عمك بوتين قبل ما يولي رئيس ويغلى علينا الخبز؟ قالكم حطيتوا الإجابة الأولى. الإجابة الأولى عميل سري في المخابرات والجواب صحيح. برافو نقطة. بوتين عميل سري في المخابرات ما كانش قائد في أركان الجيش. ما يجب يكون كان عميل سري في المخابرات. ما نجم يكون. انت عاد تشبه لهم شوية الرويسة. فما 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 كون فما كون نجم تكون عندها عرق عرق الفلسفة متاع رحمة الزغليل. اي بيش انت تعرف جد 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 جدك منين؟ نعرف ولا نعرف منين منا منين من السعودية. اي سبيا أمك تحب الفلوس احنا اصلنا تجا ليه البترول عاد انتوما مش فلوس ما يا حسرة جد 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 لولاني هذيك. يلا سؤال الأولوية مرة أخرى. السؤال يقول بياطرة هي الجمع متاع شنو؟ بيطري. بيطري جواب صحيح. بيطري جواب صحيح. برافو رحمة. أيمن أي سي أيمن 30 ثانية يا أيمن باش تعدل النتيجة تتشاور أنت ورحمة تعطيني الجواب النهائي قبل ما يوفى التوقيت. التوقيت. السؤال يقول على شنو متسمية ساحة جامباتا في تونس؟ الاقتراحات محامي وسياسي فرنسي، شهيد ومناضل تونسي، منطقة فرنسية. أيمن أيمن بلوجيك دولي منطقة فرنسية. جومبيتا فما بحر زيدا. أي فما بحر في الكرم اسمه جومبيتا. جومبيتا جستمع منطقة فرنسية. بحر جامباتا معروف في الكرم. جامباتا جومبيتا يا حسرة كي كان بحر معاك. يلا العبينا جواب نهائي منطقة فرنسية. لا والثقة في النفس انت رحمة. جومبيتا جومبيتا منطقة جومبيتا احنا نقوله جامباتا بالعربية ما هو جومبيتا. أنا حبيت تفسر لنا اللي مانيك تنتخها كيكا وانا راهي اسم منطقة جومبيتا. وي وي اي ميسيفو مدام غلط. اي شنو جواب غلط. اي هو محامي وسياسي فرنسي. اي مين هو مسمينه زيد على خاطر فما بلاصة اسمه ليون ليون جومبيتا. اما فما بلاصة في اوروبا في فرنسا يمكن ولا اسبانيا فيها بلاصة اسمها جومبيتا يمكن زيد متسمي عليه. مش مشكل خذيناها بالعين القيدوم. القيدوم ولا التلاوبة نجيب لك شوية سينوج جمع شيء. لا ولا لا ولا حبك ترجع للنجومية. أنا ما نجمش كابيتانا ديما
عندي سينوج ديما فوق لي سينوج. يلا السؤال الأولوي مرة أخرى. السؤال يقول شنو الاسم الآخر متاع المالية؟ الحريم. الحريم جواب صحيح. الحريم جواب صحيح. شيمة. يلا أميمة. أميمة معك معك 30 ثانية ما يفصلوك على 600 دينار. تتشاور أنت وشيمة. السؤال يقول منين جانا السفساري؟ الاقتراحات الجزيرة العربية، الأندلس، وإلا تركيا. أميمة عندك فكرة منين جينا السفساري؟ الجزيرة العربية ولا الأندلس ولا تركيا؟ ما عنديش فكرة. تركيا لي؟ تركيا لي؟ ما ريتش عندهم سفساري حتى مرة. الجزيرة العربية لي؟ الجزيرة العربية تصوري مش الأندلس. أنا أقول الأندلس ما نعرفش. يلا أميمة جزيرة عربية بالكحل مش انتهى التوقيت. أندلس. نعرفش. بدلت رايك. باغيليميناسيون. يلبسوا هكا ال... باغيليميناسيون. جاوبت ما عندي حتى فكرة السفساري منين ونحبوا على الاخر. كيفاش؟ السفساري متاعنا حلو برش. صحيح. أما كيفاش عملت الإليميناسيون؟ تركيا ما ريتش سفساري لا في مسلسلاتهم لا في أسوبام عليهم. ما ريتش. يلبسوا كل فلارة هكا ما السفساري ما ريتوش. انا بصور الجزيرة العربية تاو اخر اخر لندلس. لندلس سامحني سيبو. شنو هو اميمة داخلة بعضك دار العرس انت؟ سيبو سيبو اخر جواب. اه جات كونفيرماسيون من الحاج جوجل ما غادي نورمال. والله قاعدة وحدي في البيت مادام قال هكا مادام صحيح نظام. منين جانا السفساري؟ الجزيرة العربية، الأندلس، تركيا. أندلس جواب صحيح. مبروك عليك يا أميمة. 600 دينار كاش من هدية اتصالات تونس. مبروك عليك أميمة. أميمة مبروك. أي يا أميمة على شكون تحب تسلم؟ أي نحب نسلم على عائلتي برشا وعلى أخويتي، ونحب نسلم على مريومة اللي هي تخدم معايا تنزعتني. هاي تحية لها مبروكة. وإن شاء الله نحب اللي كلمتني نسيت اسمها العفيفة دار تضعها بحضية سنتر سهرة زيد ونفرح بها. آه ده بارا بارك. هاي هاكا بيب مش بالعادي. مبروك عليك يا أميمة. ال 600 دينار كاش من هدية اتصالات تونس. أيمن. وي خويا ضيعنا فرصة ولكن ما تروحش متغشش. بوندا شا قيمته 100 دينار من هدية اتصالات تونس. مبروك عليك. عايش يا أيمن. ونخلي لك كلمة ختام علاش كنت حاب تسلم أيمن. سلم على أمي وبابا، سلم على أخوتي، سلم على مرتي، سلم على عائلتي كل والحاب كل. وإحنا نسلم عليك برشا ومبروك عليك البوندا شا قيمته 100 دينار. إتوال 600 إتوال 1 دياس. إتوال 600 إتوال 1 دياس هي 52 مليون. أي نعم 50 ألف دينار تستنى فيكم في شهر رمضان العظيم والفضل. يلا ترتيحة صغيرة مع الفيوب رجعين. ثمانية سبعة وعشرين دقيقة علي في محلى راديو مازال واصلين معكم حتى للتسعة متاع ليلة إتوال 600 إتوال 1 دياس هو 2 لـ50 ألف دينار. 50 مليون تستنى فيكم في شهر رمضان. يلا نمشيو للروندة الثانية. الروندة الثانية مباشرة من أريانا ربة بيت زوز صغار نورس تيري. شو عليك معنا نورس؟ مرحبا نورس. شو أحوالك؟ عسلامة عسلامة. لباس؟ الحمد لله. صغار لباس؟ يعيشك يسعدك الخير. لباس؟ بحذاك راقدين فايخين؟ والله أعطيني الوضعية العامة. بيت أخرى. آه في بيت أخرى حصرتهم في بيت أخرى. عالتشويش عالتشويش. ما أنا بعد كان فما احتفالات ال حال البيت. يلا نورس هذا اللي روح ما تعلقش تليفون نمشي والولاية. نابل 25 سنة إيهاب بن عربية. شو أحوالك إيهاب؟ عسلامة. مرحبا إيهاب. شو أحوالك يا إيهاب؟ الحمد لله. هاي حاضر المباراة يهاب في فورما. ماكل الهريسة بالقدية أمور واضحة. عشرة على عشرة. يلا يهاب نور السؤال. سؤال عشرة ثواني. عشرة ثواني اللي يعطيني ثلاثة أجوبة صحيحة في أقل توقيت عنده حرية الاختيار
يلعب مع رحمة ولا مع شيماء. نبدأ بك أنت يا نورس، 10 ثواني. السؤال يقول: سمي 3 حرف تقليدية. الشيشية، النحاس، ذيك والبرنوس. والبرنوس نعتبرهم 3 أجوبة صحيحة في 5 ثواني. في 5 ثواني 3 أجوبة صحيحة. يلا إيهاب. آي إيهاب. لا استنى. سؤال آخر. سؤال آخر أنت تو باش نسألك. 10 ثواني يا إيهاب. السؤال يقول: سمي 3 مهرجانات تونسية. مهرجان ناب الدولي، مهرجان قرطاج، مهرجان حمامات الدولي. مهرجان حمامات الدولي 3 أجوبة صحيحة في قديش؟ عطيوني في 6 ثواني. 6 ثواني قعد يستنى في الفوسكة إيهاب، ضيع زو ثواني لما الفوسكة خلوا له مهرجان حمامات. شكون بحذاك يا إيهاب؟ سلم لنا عليه. يلا يهاب ركز. دونك يهاب 6 ثواني، نورس 5 ثواني. نورس لك الكلمة، رحمة ولا شيماء؟ رحموشة. نورس ان شاء الله نربحوا، ان شاء الله نربحوا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. يهاب مع شيماء. مع السلامة يهاب. لاباس لاباس هنا في فورما يهاب. 600 باش تقسمهم انت وولد الحومة كان ربحت نورمالمون. 300 هاكا شد له جنبه من توا. اي اوكي عطي له في الفوسكة توا. يلا سؤال الأولوية يهم البنات اللي موجودين في الاستوديو. إيهاب نورس تقعدوا تسمعوا فقط. البنات يديكم على البزر. سؤال يقول: شنو تتسمى التميمة على شكل يد؟ خمسة. جواب صحيح. شكل يد. جواب صحيح. التميمة. التميمة. جواب صحيح. يا جواب صحيح ماما. اي سي ايهاب. اي بابا. اي سي ايهاب. 30 ثانية ايهاب. سؤال ذي على نقطة تتشاور انت وشي، ما تعطيني الجواب نهائي قبل ما يوفى التوقيت. السؤال يقول: شنو هي التقية؟ الاقتراحات: لباس فوق الرأس، فوطة، ولا جبة؟ ايهاب. نعم يا اخي. مش تاقية وليد. تاقية تاقية هي فوق الراس، لباس فوق الراس. اكا هومي تاقية هي لباس فوق الراس. لباس فوق الراس. شنو هي التاقية؟ تاقية لباس فوق القلب. لباس فوق الراس، فوطة وجبة. من شنو نزيدوك اقتراح اخر يهاب ولا كيفاه؟ ما فهمتش. نفسخوهم هذوما ونحطوا الشاشيه ولا ما هي لباس فوق الراس. جواب صحيح. نقطه يا يهاب. اما اسمها التاقيه. اي انا هذاك القاف تزيد فوقها نقطه باش تولي تتقراقي. في سوريا يقولوا لها طائيه، في مصر يقولوا لها احنا بتونس حبيبي. صحيت في العربيه الفصحى بتونس الخضراء التاقيه. صافا ديما عندك متعلقه رحمه. والله انا نعرفها طاقيه يا ولدي. طاقيه عندنا احنا في اللغه العاميه. في اللغه العربيه بشوي. في اللغه العربيه طاقيه. بالعربيه الفصحى بالسوري والمصري. احنا نلعبوا بالدارجه تو. ما احليهم الاسئله اليوم. تعبتني هالطفله والله تعبتني. يلا نقطه للايهاب. ما تحملش الخساره. دورت عندها نغار. هاو البزر. هاو البزر ما يخدمش. البزر ما كنزلت قبليك بشوي يتصلح. يتصلح. اي غدوه يتصلح. احنا معنا تقنيه الفار. خرجوا لي بربي السيكونس خاطر انا متاكد اللي شيماء نزلت قبلها. وخرجوا لي هي نزلت وبزوره خدم قبيليك. اسمع يتغشش كي نقولوا البزر. هذوما الجمل هذوما ما يمشيوش مدى. يلا سؤال الاولويه مره اخرى. ازر بروحك انت في غلبتك راهو مانيش نعرف ليه غلبتك وكا. مش مني. اي غلبتك سبحان الله. سبحان الله. تايزن وتغلبه بيان سور. هكا ما يقعد تايزن. يقعد تايزن متفاهمين فيه. تاريخ ما يتغيرش. نقعد القيدومه متفاهمين حد ما يفك لك شرط قياده يا بنتي. يلا سؤال الاولويه. سؤال يقول: ملا عارف شنو هو ذهب الخيالي؟ هاي قولي نزلت قبل. يا ولد الخيالي. شوفوا لي الفار بربي.
الخيالي بالقروي بتونسي شيشخان سيسا شيشخان جواب صحيح ان شاء الله كيما نرى عندك يا رب نموت علي محليهم الاسئله اليوم الفار الفار مريقل الفار اعطيني الفار خاطر دورت شوي كي صبري نزلت قبل اسمعني خاطر اليوم العيد نتاع اللي التقليدي هذاك علاش الكيستيون كلها على الحاجه التقليديه سي بيان جوي سي بيان والله سي يلا شيماء ايهاب 30 ثانيه ايهاب يفصلوك على ال 600 دينار تتشاور انت وشيماء تعطيني جاوبني قبل ما يفوت التوقيت ايهاب اوكي السؤال يقول منين اصل الكنتوش اقتراحات السويسي المكنين ولا جرجيز يا ايهاب منين نعم. اصل الكنتوش ما نعرفوش شنو هي الكنتوش السويسي ولا المكنين ولا جرجيز شو تقول كنتوش ولا كنتوش 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 حاجه اول مره نسمع بها صدقني ميكلا شنو هي جرجيز انت تعرفها شنو لبسه لبسه ولا مره لبسه لبسه زعما ليه يلا جاوبني يعطيني جاوبني جرجيز. جرجيز جرجيز منين اصل الكنتوش بين السويسي المكنين جرجيز اخترتوا جرجيز الكنتوش هو جاكيت مطروزة بخيوط الذهب دونك لبسة ولكن للاسف ماش في جرجيز هي في المكنين يسخيلها دقلة يلا مازلت المباراة إيهاب مازلت المباراة نقعدوا ديما متفائلين نورس رحمة قاعدة دخلت في الـ في الـ كيف يقولوها هكا بجيت نولي شريرة علامة نرفزت ثقة في النفس والله ليه وليد أنا البزور نرفزني والله يبروفوكي فيك والله ما نعرفش رحمة بكشينا بدأت البوزيسيون رحمة نأكد لك معني حاجة هذه ما تقولها خانتها ذريحة قالت مسحورة ما تعمليها السيستيم هذي البزور يخدم سحروني يا سيد سحروني نجمو تعملوا لها تيست بزور بربي خاطر أنا ما نحبش أعصابي تتوتر تنجم دور عملوا لها تيست ميكرو تنجم عملوا لها لا ما نجموش من بعد تنعمل في البوست تنعملوا لك تيست ميكرو تيست بزو يلا سؤال الأولوي مرة أخرى السؤال يقول التريون هو بلوزة ولا سروال ولا جوب التريون 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 قروي وبلوزة وفوت واحدة معناتها من فوق منو تشقلت بلوزة واحدة مش جو مش الأخرى الإجابة الأولى فوتة وبلوزة نواغ وبدوغي بلوزة سروال ولا بلوزة وجوب بلوزة وجوب ولا بلوزة وجوب تريون نواغ بدوغي قروي بلوزة وجوب جواب غلط تريون مش بلوزة وجوب هو بلوزة وسروال اما يتعمل فوق هكا واحده تتربط بلوزه وسروال يلا نورس يلا نورس 30 ثانيه نورس باش تعدل النتيجه هكا ولا اعطيني سكور بربي اعطيني تلمون ما همشتني بالبوزر نقطه الشيمه نقطه عندك هكا ولا نقطه الشيمه صفر من النقاط النورس وراح يلا مدام حاضره حاضره نورس حاضره حاضرة السؤال يقول شنو هو المنتان الاقتراحات البدعية المحصور ولا الفرملة رحمة عزيزتي المنتان عندك فكرة عليه ولا ليه ليه منتان هو المحصور المحصور اي توافقني جاوبوا يلا مميتي الله يرحمها خليت لي من بيك اللي عندك انت يلا العب يلا خدم البزارة توا خدم يخدم في سويل وسويل ما يخدمش سبحان ربي معناها تعرف هذيش فوبالو تاكيني ما يلزمش معناها هذي تعرف شنو عملت لي كرومب في راسي اينشتاين كان جا حي صدقني راه قال لك خويا يزي العلم توا اليوم فقط اللي وليد فوبالو تاكيني لا 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 ما نحبش الظلم خاطر كي تقول بزار ما يخدمش هذوك الكل يخدموا في الباك اوفيس الكل توا راهي تليفونات تخبط السؤال الجاي انا وشيما باش نتبادلوا هي تعطيني الاحمر ولا نعطيها انا مسلمه الله نتبادلوا يلا نجمو اوكي
خذ تفضل بربي اعملوا لي تغيير بالزر شمشي معك للخير سيدة المؤمنة بشمشي معك جوسكو بو اليوم نعرف بدل تو بدل تو تو توتسويت توتسويت جي وت في الوسط تو تو وكانت بروفوكي انا وراك يا وليد والزمن طويل اي ميساج ميساج انا نحب العناد تفضل سيدة المعدة تنجم تغير لنا البزر تغيير البزر كيما الصندوق ولينا تو سامي الفهري وليد سويتش بدل الصندوق به نورس جاوبت مجاوبت ولا ايه اي بطلك المحصول المنتين هو المحصول المحصول جواب صحيح برافو نقطة نقطة النورس به توا نورس بدلنا لها البزر كانت حاب بدلولك الضو والكرسي شنو تحب ما زالتش حاجة أخرى توا باش تقول كانت جاوبت قبلك توا تعتذر على الأقل تعتذر الاعتذار ثقافة يلا عملتوا لي ما لازمني نجاوب توا يلا حاضرين السؤال الأولوية السؤال يقول شنو هو البلومة بالفرنسية؟ ها ما نزلتش هاني نزل انت ما نزلتش نعرف الإجابة بلوم بلوم مش بك ما نزلتش لا مش هذيك الإجابة قلت لها تغال تخير ما نزلتش اي بلوم كيما مقرونة بلومة جواب صحيح مقرونة بلومة يلا نورس ويكتبوا بها البلومة كانوا ناس قبل يا نورس معاك 30 ثانية نورس يبصروك على ال 600 دينار السؤال يقول أنا هي البلاد اللي عالمها ماهوش مستطيل الاقتراحات الكونغو ديمقراطية النرويج وإلا نيبال حبيبتي نقرأ لك السؤال أنا هي البلاد اللي عالمها مش مستطيل من بين الدول هذوما الكونغو ديمقراطية النرويج ولا نيبال عندك فكرة ولا ليه؟ به النرويج نعرفوا العالم ليه الكونغو ليه نورمالمون نيبال فيها يلا يلا نورس لي نيبال نورمالمون انتهى التوقيت فيها كبيراميد هكا انتهى التوقيت رحمة يلا نورس تبعها ولا نعم. عندك رأي آخر؟ ليه كونفيرمي تبعها نورمالمون نيبال فيه لورانجي جون هكا انا هي البلاد اللي عالمها مش مستطيل بين الكونغو ديمقراطية النرويج والا نيبال اختار نيبال والجواب صحيح برافو نقطة مبروك عليك نورس مبروك عليك 600 دينار كاش من هدية وصلة تونس مبروك عليك نورس عايشك يلا نخليو لك كلمة الختام على شكون تحب تسلم نورس نسلم عليكم انتم على رحمة اللي ربحتني ميرسي بوكو على شايمة زادة عايشك ونقدم ديديكاس الراجل اكيد يسمع فيا توا تحية لي ولاولادي الزوج هل لهم البيه بعد صحيح مبروك عليك مبروك عليك انا نورس ريت عملت المشاكل راني على خاطر عملت المشاكل وعارفي توا في البوليس باش يعمل فيا لحظه برك مبروك عليك يا نورس 600 دينار كاش من هدية اتصال تونس ايهاب بابا الله غالب خويا قانون اللعبه ضيعنا فرصه جت فرصه ضيعناها ولكن ما تروحش متغشش بوندا شا قيمته 100 دينار من هدية اتصال تونس مبروك عليك يا ايهاب مبروك ايهاب هاي بارك الله هذا برجولي ما تقسموش مع صاحبك قول له 500000 باش نقسموها مع 50 مبروك عليك صاحبي مبروك عليك ايهاب ونخلي لك كلمه الختام على شكون تحب تسلم ايهاب والله يسلم على روح بعدها وعمرو تحية ليهم الكل تحية ليهم الكل تحية ليهم الكل يا إيهاب ونسلموا عليك برشا مبروك عليك البونداشا قيمته 100 دينار من هدية اتصال تونس اتوال 600 اتوال 1 دياس ثنية الكفر واحدة ثنية 50 مليون واحدة بحول الله في شهر رمضان تكون عملية القرعة ترتيحة صغيرة مع الموسيقى رجعين
48 دقيقة على في محل راديو مازلنا واصل معكم حتى للتسعة متاع ليل اثنين تربح واحدة هيتوال 600 هيتوال وواحد جائزة. يلا نبدأ الروند الثالثة بعد رجوع القيدومة بقوة واكتساح ما بعدوش اكتساح وطالبت حقوقها وبدت البزر وربحت هي ما صفا هي ربحت واحد وانا واحد احنا النساء راهو نطالبوا بالحقوق نتاعنا قلت لك حد ما يمثل الشرط القياده وكاو سيطره مسيطره مسيطره ربي معك يا دالي اللي سيطره هيا لا لا بربي كاين قلبها نوليو في شارع الحمراء نحي علي يلا نبداو الروند الثالثة عمري ما ضحكت كيما اليوم يا ولدي بياسور نعرف يلا نبداو نمشيو للهمهامة حمام لم 43 سنة حسين حنان بن كرداش عمالك حنان عسلامة حنان شو حوالك يا حنان أحلى همهامة أحلى همهامة والهمهامة والهمهامة في الهمهامة تحب تاكل حاجة بنينة تمشي للهمهامة تحية للهمهامة اللي تصوره صحيح نعرف انا هو اللي نعرف تحية لاصدقائي الكل في حمام الانف حاضرة حنان بإذن الله قال لك مغرومة بالتطيب ولا يستغلوا فيها ذي مغرومة بالتطيب قال يعرفوني نحب الماء عايش خويا اسمع عايش خويا حتى كي نبدا نسمع في التلفزه تبدا تعطيك السيوس كل عايشه نبدا نحكي معاها فهمت عايش بنتي نقص في الغاز خلي سله سله ريت كي هذوما سله سله راهو مهمه جدا سله بيان سور يكذب عليك راهو تحب تجيك الماكله بنينه تحب تجيك الماكله بنينه على نار هاديه على نار هاديه نار هاديه يا حنان ونحبك توا تجيب 600 دينار اما على نار هاديه زاد توا يلا حضر روحك يا حنان ما طلعش تليفون باش نمشيو للصفاقس لاعب سابق في السي اس اس تحيه كبيره ل 58 سنه جلال الهوش شاويك جلال عسلامة جلال شنو حوالك يا جلال الحمد لله صحه بخير بكم الحمد لله مرحبا بكم مرحبا بالاخوين اللي معك شنو هو راضي على الكوره تو ولا لا الحقيقه ولا في تونس ولا على السياسة في تونس في تونس تونس ما تلمنا تونس حقيقة لا حقيقة لا يا حسرة يا حسرة على قبل اي والله في كل شيء يا حسرة والله 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 كلامك صحيح يا حسرة في كل شيء ان شاء الله نرجع ان شاء الله نرجع وديما نخليو موجات التفاؤل موجودة وان شاء الله نرجع اللي عنده ظهر ديما لازم يكون متفائل. أكاهو. الصغار والله. أكاهو ربي يفضلهم الكل وإن شاء الله تونس ترجع لاباس. به. رحمة. شايمة. حاضرين المباراة. حاضرين. شكون باش تكون القيدومة معناها في اللحظات في الروندة هذه بركة. هذاك باش تربح هكايا تسمى ربحت قيدومة دونك تربعت على عرش ال. به. العب يلا. به حنان. سي جلال باش نعطيكم سؤال 10 ثواني اللي يعطيني ثلاثة أجوبة صحيحة في أقل توقيت عنده حرية الاختيار يلعب مع رحمة وإلا مع شيماء يلا نبدأ بك أنت يا حنان السؤال يقول سميلي حنان معانا معاك سميلي ثلاثة مناطق من الضاحية الشمالية في العاصمة الشماليه من العاصمه ارينا لا هنستحضرهم الله غالب يا حنان صفر اجابه في 10 ثواني تعديو الكل نمشيو لجلال يلا جلال ايوه 10 ثواني يا جلال سؤال يقول سميلي ثلاثة ولايات في لحية في لحية باجة اي كهو يلا باجة 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 نقطة دونك في 10 ثواني ولكن حنان ما عطتنا حتى إجابة في 10 ثواني يلا ميسالش مباراة متواصلة جلال عندك حرية الاختيار تلعب مع شيماء ولا مع رحمة
جلال شيماء ولا رحمة رحمة روح تمام تختار مظبوط لا لازم تختار خويا ايكيب هذايا تكتيك شيماء مش مشكل شيماء دونك جلال راهو لاعب سابق راهو كوارجي كان راهو حاجه باهيه ايوا كوارجي ولا لا مش نشوفوا عندي برشا اصحابي من الكوره ونحبهم برشا ايوا هما دبر راسك شربحك بشربحك شربحك خاطر مين جمعيتك شنيا الساعه مش تعرف تربعي ولا مكشخه ليسبيرونس لا اصحابي برشا مكشخه عندي برشا اليوم لعبت المكشخه هي ولا يلا رحمة مع حنان جلال مع شيماء تتلقى المباراة سؤال الأولوية البنات يديكم على البزر سؤال يقول شنو هو الجيلات شنو أنا بدني الجلاس الجلاس أنا بدني جواب صحيح نقدم استقالتي زادا هلكناه في الفوز شوفوا درة يلا حنان حنان سي جلال يلا سي جلال يا سي جلال 30 ثانية سؤال هذايا على نقطة تشاور انت وشيماء تعطيني الجواب النهائي السؤال يقول شنو أصل القشبية الاقتراحات أندلسي أمازيغي ولا تونسي سي جلال القشبية أصل متاحة القشبية عندك فكرة أصلها شنو أندلسي ولا أمازيغي ولا تونسي أنا نقول أمازيغي لا ما هوش أندلسي أوكي. اسمها ديجا تعاد عليا معناها فك الاسمي متاع الأمازيغ ما عندك شي حتى متأكدة منها 50% متأكدة 80% متأكدة 80% أمازيغي أي جلال اختار أندلسي بدلت لورايو ب 80% قال كان 50 بدل 40 لا بدلت ب 80 نحب الثقافة الأمازيغية وديما نتبع ونتفكر قول لنا كلمة أمازيغية ترى ماكش تبع برشا نتبع أصل القشبية أمازيغي جواب صحيح برافو نقطة نقطة السي جلال صفر من النقاط مازلنا الحنان يلا سؤال الأولوية مرة أخرى البنات يديكم على البزر سؤال يقول الكونتيل نوع متاع عدس ولا خيط خيط وليد خيط جواب صحيح قبل مش نزلت قبل حسيتها نزلت قبل الحيلة مش بيها الفار الفار ما عنا تقنية شوف الفار عطيوني الفار عطيوني بربي الفار ما عادش نحب عطيوني الفار تشوف مدام روحك ما موجود الفار موجود اي قلت لهم شوفوا الفار شوف اي عطينا الفار متأكدين يلا جلال مرة أخرى رحمة ظهر لي اليوم ليتو بها القيدومة برشا ايه والله ليه سرحت مع اللي قلتها قول لي كلمة امازيغية هاي تفضل مدام هذي الفار تفضل مدام بدلنا لك البزر حاطين لك الفار مو متغشش عطيونا الفار بربي تتفضل هاوكا نزلت قبل ما انا نكمل السؤال ما زلت انا نتكلم سي بيان سي بيان والله واضح اقوى من الفار متاع الكاف نتفرج فيها في الدار يلا جلال ايوه 30 ثانية سي جلال يفصلون على ال 600 دينار السؤال يقول شنو الجهة اللي تلبس التخليلة الاقتراحات الجنوب الشمال ولا الساحل سي جلال شنو الجهة اللي تلبس التخليلة الجنوب الشمال ولا الساحل مش الساحل جنوب التخليلة ما نعرفش انا خطر تم انواع تم اللي يلبس تم في الجنوب وتم في أكثرية في الجنوب ما عنديش فكرة ما نتصور الساحل خلنا نعرفها في الجنوب يلا جاوبني جاوبني نهائي سي جلال الجنوب حسيتها ساحلية الجهة اللي تلبس التخليلة بين الجنوب والشمال الساحل اخترتوا الجنوب للأسف جواب غلط شيماء جواب صحيح هو الساحل يلا ميسج ما زالت المباراة متواصلة مرة أخرى البنات يديك مع البزر رحمة أكد رحمة مع العصابة مع صاي خرجت متر والله خرجتها متر خرجت متر رحمة خرجت متر صاي يلا سؤال الأولوية سؤال يقول شنو اسم مهنة السباك بالفرنسية نزلت قبل تفضل جاوب بلومبي أما نزلت قبل
ما كملتش فرنسا. سير سير ارجع للبار نسين سير سير. شنو هو؟ بان بان والله يا بان. لا 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 نزلت في الوقت نزلت في الوقت سير الفار. علاش ما نعمل هكاك؟ جاوب صح. يلا ما نثبتوا باهي نوريك تصويتي بلبس الامازيغي. اي انت بدك امازيغي. يلا يلا ما عادش عندنا توقيت. اي سي جلال 30 ثانيه يفصلوك على ال 600 دينار مره اخرى. السؤال يقول شنو تلبس العروسه النبليه قبل؟ الاقتراحات النبليه الكبوس الغارق الهرماشه والا المرساوي؟ شنو تلبس العروسه النبليه قبل؟ انا في بالي الكبوس الغارق ولا الهرميشه ولا المرساوي. انا في بالي الكبوس الغارق هو المرساوي. في مش لابسه لارجون ديك لارجونتي المره اللي عندي قرقني نجم نقول لكم اخرين ما نشوف بين قولوا المرساوي انا نقول المرساوي. تبعني تبعني المرساوي اختي نورمال نورمال عادي. انا وعدتك بالعروسه النبليه قبل الكبوس الغارق الهرماشه والا المرساوي؟ اخترت المرساوي. جواب صحيح. مبروك عليك. مبروك 600 دينار كاش من هديه تسالت تونس. جلال مبروك عليك. مبروك جلال. مبروك عليك 600 دينار يا جلال من هديه تسالت تونس. مبروك عليك. ميرسي بوكو جلال نورتنا اليوم بتليفونك. ميرسي بوكو حنان زادة مبروك عليك بوندا شاقيمتو 100 دينار من هدية اتصالات تونس. مبروك عليك يا حنان. شايمة ميرسي بوكو غلبت القيدومة اليوم لكن ارجوك باش ترجع لكم بقوة. ميرسي بوكو رحمة نادي. ميرسي بوكو تحية ليك. عزة تويتي في الاخراج. درة زهرة في الاعداد. ديمان ويام سوفيان اي اف ام تي في وديجيتال. تلقاو ان شاء الله غدوة على نفس التوقيت. ريح السلام الناس كل. باي باي.